سيدة اغتصبته في صغره، تزوج صباح وخانته ولجأ للسحر، خبايا وأسرار لا تعرفها عن دين جوان السينما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أحبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عرف الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة كونه دين جوان السينما في القرن الماضي، ويعود في ذلك علاقاته الغرامية المتعددة وزيجاته الكثيرة، حيث تزوج حوالي ما يقرب من 5 مرات، وكانت حياته مليئة بالمغامرات والأسرار والخبايا. تعرض العملاق الراحل رشدي أباظة في صغره للاغتصاب، وذلك حسب ما قيل على لسانه في حوار صحفي له مع مجلة تدعى الشبكة اللبنانية، وقال إنه كان بيروح لواحد صاحبه عشان يذاكر معاه، وكان بيقعد معاه ساعات طويلة لحد نص الليل، ووالدته كانت بتشتغل خياطة وبتقعد في الغرفة التانية وبتسهر على المكنة ومش بتسيبها إلا عشان تجهز لنا الأكل والشرب. وتابع العملاق الراحل حديثه قائلا: وفي يوم من الأيام اللي كنت بروح له فيها، طلبت من صاحبي بأنه ينزل يشتري كباب من الحاتي عشان العشاء، وبالفعل قام عشان يروح يشتري، وقلت له هاجي معاك، بس هي رفضت تماما خروجي من المنزل، وكانت حجتها أن الضيف مينفعش يخرج من المنزل. طلبت مني أستنى معاها عشان أونس وحدتها. صاحبي قال لي ابقى هنا يا رشدي وهرجع على طول. ختم رشدي كلامه لتلك الواقعة قائلا: بعد نزول صديقي من المنزل جردتني والدته من هدومي، وحسيت بخجل شديد واغتصبتني، وشعرت بالضيق حينها بسبب خيانتي لصديق عمري. في جزء تاني في حياة رشدي، وهو خيانة صباح لهم. وعرف عن رشدي أباظة قصر مغامراته العاطفية، حيث تزوج 5 مرات كما أشيع، وأول زيجاته كانت من الفنانة تحية كاريوكا، ثم تزوج من فتاة أجنبية أنجب منها فتاة اسمها قسمت، وهي توفت قريب. ثم تزوج عقب ذلك من الراقصة سيمية جمال، وانفصلت عنه بعد 18 سنة زواج. وبعد الراقصة سامية جمال، كانت هناك واحدة من تلك الزيجات السريعة من الفنانة صباح، والتي كشفت في إحدى اللقاءات الإعلامية قبل وفاتها عن حبها الكبير لرشدي أباظة، بالإضافة إلى رغبته المستمرة في الوصول إليها وبكائه الشديد على السلم إذ كانت بتغضب منه، ولكن أشارت إنه كان عيبه الوحيد هو السكر الكتير، كان بيسكر كتير. كما كشفت الشحرورة الراحلة صباح في حديثه الإعلامي في آخر لها عن خيانتها للدنجوان السينما العربية رشدي أباظة، قالت إنها خانته مع أمير مغربي أثناء زيارتها لدولة المغرب، وهذه الخيانة تسببت له في صدمة، ثم كانت أحد أسباب انفصالهم. الجدير بالذكر إن زواج رشدي أباظة من الشحرورة صباح كان أقصر مدة زواج، حيث طلقها عقب مرور 24 ساعة فقط، وفي أقوال أخرى أسبوعين. كما تزوج في نهاية حياته من ابنة عمه نبيلة أباظة، وانفصل عنها قبل وفاته بعامين. كان قد قال رشدي أباظة في حوار، هنا كان في حاجة في حياة رشدي أباظة، السحر في حياة رشدي أباظة. كان رشدي أباظة قال في حوار له صحفي لصالح مجلة الشبكة قام بإجراءه في عام 1971، قال إنه مر عليه فترة مظلمة وكئيبة في حياته، واتجه فيها إلى الوحدة والعزلة، حيث كان يجلس وحيد مع كتب الأرواح والسحر كما رب دقنه في تلك الفترة. الجدير بالذكر إنه هو رغم نجاح رشدي أباظة الكبير في السينما المصرية والوطن العربي وشهرته الطاغية في جميع أنحاء العالم، لكنه حاول أكثر من مرة أن ينتحر، لكن باءت محاولاته بالفشل. وفي إحدى المرات حاول إنهاء حياته بإطلاق النار على نفسه بمسدسه الخاص، لكن تدخل عمه طاهر أباظة وأنقذ الوضع، وبعدها تخلى عن هذه الفكرة من حياته. إيه رأيك في مغامرات رشدي؟
هل انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده وعرفتوا الحكايه دي قبل كده، ولا اول مره تسمعوها في الفيديو ده؟ اتمنى اشوف تعليقاتكم وتقولوا رايكم ايه في الفيديو وفي قصه حياه رشدي ومغامراته. الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه ويغفر له ما تقدم وما تاخر من ذنب. لو عجبكم الفيديو اتمنى لايك ومشاركه للفيديو، ولو شفتوا قناتي اول مره اتمنى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان تدعموني ويصلكم كل اشعار للقناه بتاعتي. اتمنى ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناه لو عجبتكم يعني قناتي والفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.